تكملة محاضرة هذا الأسبوع الخاصة بالتقاطعات، وهذا العرض مخصص للنوع الثاني من التقاطعات واللي هو Grade Separated Intersection and Interchange. نذكركم بالتقرير المطلوب من عندكم الخاص بهذه المحاضرة، واللي هي اختيار إحدى أنواع التقاطعات، يا أما at Grade Intersection أو Grade Separated Intersection أو Interchange، اختيار نوع واحد فقط، وكتابة التقرير عنه لا يتجاوز الأربع صفحات. وأيضا نذكركم وننبهكم بخصوص التشابه في التقارير، أي تقاريرين متشابهة تعتبر غير مقدمة وتكون درجتها تساوي صفر. فلذلك نرجو تسليم التقرير ومراعاة كل الشروط الواجب تقديمها بالتقارير. نبدأ المحاضرة بالنوع الثاني من التقاطعات اللي هو Grade Separated and Interchange. الهدف الأساسي من هذا النوع، من تصميم هذا النوع من التقاطعات، هو elimination of crossing conflicts and intersection، يعني تقليل وتقريبا يعني حذف كل التقاطعات أو الاصطدامات المحتملة بين المركبات، كل crossing conflicts بالتقاطعات، وذلك من خلال توفير by vertical separation of roadways، يعني توفير فاصل عمودي بين الطرق. يعني بمعنى هذا أنه إحدى الطرق المتقاطعة مع الطرق الأخرى تكون ذات جريد مختلف، فذلك نوفر فاصل عمودي بيناتهم، يعني إحدى الطرق تكون فوق الأخرى، وهذا راح يساعد على عدم التقاطع مع المركبات الأخرى بالاتجاهات المتعامدة، وبالتالي تكون توفير مستوى أمان عالي للتقاطعات. Route transfer at grade separation is accommodated by interchange consisting of ramps. فذلك أنه في حال الرغبة في تغيير اتجاه الطريق والانتقال إلى طريق آخر، فبالات grade intersection راح يكون أو الانترشانج طبعا راح يكون هو من خلال توفير ما يسمى بالرامس. الرامس هو طريق يوصل بين طريقين رئيسية، طريق ثانوي يوصل ما بين طريقين رئيسية اللي تكون بجريد مختلف، وراح نشوفكم بالصور توضيح أكثر للرامس. المجموعة الأولى من هذا النوعية من التقاطعات نسميها Grade Separated، اللي هو يكون طريقين أحداهما بجريد أعلى، يعني يكون مستوى أعلى من الطريق الثاني. نوضح لكم أكثر بالصورة، راح نشوف هنا عندنا هذا بروفايل طريق B، معناتها هذا هو الطريق B اللي يكون ذات جريد أعلى، بينما الرود B راح يكون بالجريد الأقل، فلذلك نسميها Grade Separated، يعني هنا أكو حيصير عندي فاصل عمودي ما بين الرود A والرود B، مثل ما نشوف هنا، يعني هذا الرود B كأنه صار هو المجسر والرود A هو الطريق الأصلي. فهنا هاي الطريقين كانوا متقاطعة at grade صارت يعني منفصلة بال grade separated. خلينا نشوف هنا صورة عندنا كنوع من ال under من grade separated نسميه underpass، اللي هو لما يكون إحدى الطرق المتقاطعة مع الطرق الأخرى تحت يعني بمستوى أقل من مستوى الطبيعي للأرض أو للطريق الأصلي، ونسمي بما إحنا نسميها النفق، يعني يكون نفق مثل التقاطع عندنا موجود باب معظم قرب وزارة الصحة، إذا تعرفوه النفق هذا هو حالة Grade Separated نسميها underpass. هذا نوع آخر نسميه overpass، اللي هو يكون الطريق المنشئ بالتقاطع ذات جريد أعلى من الطريق الأصلي، وإحنا عندنا المثال موجود عندنا أيضا نفس المنطقة بمنطقة الكلية، منطقة باب معظم، التقاطع القريب من الباب الخلفي للكلية المجسر، هذا هو نوع نسميه overpass. النوع الثاني اللي هو interchange. Interchange به عدة أنواع، الأنواع هذه حتوضح فرقها عنها عن ما يسمى الأوفرباس والأندرباس. النوع الأول نسميه ترامبت اللي هو three leg interchange. هذا النوع من الانترتشينج constructed where one highway terminates at another highway as shown in the figure، يعني لما يكون عندنا مثل ما تنشوف هذا الرسم يكون عندي طريقين
طريق الأول ينتهي مع الطريق الثاني، هذا الطريق الأول هذا ينتهي مع الطريق الثاني هنا بنقطة التقاطع. It contains three legs at the end، فيعتبر هنا يعتبر three legs لحد هذه النقطة. Two of them are direct interchange ramp and one another is loop ramp. وين الرامبس؟ هذه هي نسميها الرامبس، احنا اللي حكينا عنها. هذه الرامبس هي طريق ثانوي يوصل ما بين الطريقين الرئيسية، يعني اللي على يميننا هذا الرامب نازل حتى ينزل من المجسر إلى الطريق الرئيسي، الطريق الأصلي يعني، والرامب اللي على يسارنا هذا صاعد، يعني صعدنا من الطريق الرئيسي إلى المجسر. أما اللوب رامب هذا هو، هذا نشوفه لوب رامب يعني دائري، هذا حتى ينزلنا من المجسر إلى الطريق الأصلي. هذه عندنا صورة هنا للترامب انترتشينج، راح نشوف هنا هذا هو الطريق اللي ينتهي بنقطة التقاطع واللي صار هو المجسر. هذا الرامب الأول، هذا الرامب الثاني، وهذا هو اللوب اللي هو يكون بشكل سيركل. نلاحظ هذا ينزلنا من المجسر إلى الطريق الرئيسي. النوع الثاني عندنا من الانترتشينج هو نسميه كلفر ليف انترتشينج، لأنه يشبه تصميمه يشبه أوراق الليف مثل ما تشوفون قدامنا هنا. هذه هي صورة توضح، مخطط يوضح شكل الكلفر ليف انترتشينج. من أهم خصائصه إنه use an intersection where two major highways cross each other. إذا عندنا two major highway معناتها إنه الميجر يكون الترافيك فوليوم جدا عالي، فإنه احتمالية التصادم أو التقاطع ما بين المركبات راح يكون جدا عالي. فلذلك حتى نتلافى التقاطع الصدامات بين المركبات راح نستخدم هذا النوع من الانترتشينج. نشوف بالرسم هذا هو الانتر الميجر هايواي الأول وهذا هو الميجر الهايواي الثاني، فالثاني صار هو المجسر هنا. النقطة الثانية عندنا إنه contain four legs at and eight ramps. هذا النوعية من التقاطعات بأربع legs four legs intersection اللي هي تمثل الميجر هايويز، وعندنا eight ramps. وين الايت؟ هذه هي، هذا الأول الثاني الثالث الرابع، هذا نسميه direct ramp ورامب واحد اثنين ثلاثة أربعة. النقطة الثالثة this type of interchange fulfills all the requirements for complete separation of traffic، يعني يحقق كل متطلبات الفصل ما بين المركبات، أي بمعنى أن الكونفليكس بي راح يساوي صفر. فلذلك يفضل هذا يعتبر يعني أكثر التقاطعات أو الانترتشينج يعني أعلاها مستوى وتحقيق لمتطلبات الأمان. أكو عندنا نوعين من الكلفر ليف، نسميه full clever leaf و partial clever leaf. خلينا نشوف صورها. هذا كلفر ليف نسميه فول كلفر ليف انترتشينج، نفس اللي شرحناه بالمخطط. هذا هو الميجر هايواي الأول، هذا هو الميجر هايواي الثاني، هذه هي الدايركت رامبس وهذه هي اللوب رامبس، هذا نسميه فول. الثاني هذا البارشيال كلفر ليف، راح نشوف انه الفرق بينه الميجر هايوايز موجودة، الرامبس الدايركت موجودة ثمانية أربعة عفوا، لكن اللوب رامبس عندني فقط اثنين، فهذا نسميه partial clever leaf. ممكن يكون هذا كل موضوع تقرير، فرق ما بين partial والfull clever leaf، شنو الفرق بيناتهم، المحاسن والمساوئ لكل نوعية، يعني هذا يكون ممكن يكون موضوع تقرير. عندنا نوع آخر نسميه diamond interchange. diamond interchange used where two highways cross with each other. هذا هو عندنا highways two direction وهذا الثاني، وعندنا ايضا بها direct ramps only، يعني فقط هذا هنا راح نشوف عندنا four direct ramps، ما عندي هنا loop ramps ما عندي، فلذلك هذا يعتبر four leg four ramps only. هذا النوع نسميه diamond interchange. diamond نوع اخر عندنا نسميه rotary interchange. هذا provide a circular junction where traffic is permitted to flow in one direction around central Iceland. هذا هو الايسلند هنا عندي، هذه الساحة الدائرية
المركبات هنا اللي تمشي باتجاه واحد داخل الساحة. الساحة تتقاطع مع one road axis is raised above the rotary intersection. هنا طبعا الساحة احنا تجينا مصطلحات ممكن نسميها circular junction, rotary, roundabout. إذا ممكن يكون موضوع تقرير يعني اختار اكو فرق ما بين الروتري والراوندابوت والسيركولار جانكشن، ممكن هذا يكون موضوع تقرير اتناوله. هنا نلاحظ هذا يمكن يعني نقدر نعتبره هو نوع من الروتري لكن هو انترتشينج، لان اكو عندنا طريق اخر رايز يعني مستوى اعلى من الروتري او السيركولار. عندنا النوع الاخير اللي حنطرق له بهذا العرض هو الستاك انترتشينج. الستاك انترتشينج ايضا له تسميات اخرى مثل الدايركشنال او فري فلو انترتشينج. فاحنا اذا اخترنا هذا النوع من التقاطع للتقرير فممكن انه نقدر ان ندور نبحث عنه، نبحث بتسميه ستاك انترتشينج او نبحث تسميه دايركشنال انترتشينج او تسميه فري فلو انترتشينج. النوعيه هذه هي متميزه انه which contains multiple level of grade separation مثل ما واضح عندنا بهذا الشكل. يعني مثلا هنا نشوف اكو عندي اقل مستوى للجريد هذا هو للطريق، واكو عندنا جريد الاعلى من عنده هو هذا، واكو جريد اعلى من عنده بعد هو هذا، والاعلى من عنده هذا وهذا بعد اعلى، وعندي يعني تقريبا 6 جريدز هنايا بهذا النوع من التقاطعات. هذه متوفره بالمدن ذات تصاميم متقدمه للطرق واللي تعتمد على الطرق في مناطق محددة، يعني تتركز الأحجام المرورية أو الجريان المروري في منطقة معينة، فلذلك التركيز كله يصير في هذه المنطقة في توفير هيش نوعية من التقاطعات راح يستوعب الأحجام المرورية العالية مع توفير خصائص الأمان. فراح نشوف مثلا هاي البناية على يسار، هاي البناية البيضة هاي متعددة الطوابق، لأن حتى نوعية السكن هنا والسكن العمودي يصير تركيز ذكاء كثافة السكاني أعلى بهذه المناطق. الهدف الرئيس إنه حتى تكون المناطق اللي نسميها السب إير بين المحيطة تبقى هي مخصصة كمساحات خضراء للحفاظ على البيئة. طلبتي الأعزاء، يعني هذا العرض والعرض اللي قبله هي سرد لأنواع التقاطعات. فإحنا قلنا الهدف من التقرير هو اختيار نوع واحد فقط من التقاطعات وكتابة عنا ما لا يتجاوز الأربع صفحات فقط. فعندكم هذه خيارات لأنواع من التقاطعات، ممكن تبحثون أكو خيارات أخرى ممكن تكتبون عنها. فخلال العرض إذا شفتوا هذا العرض والعرض السابق ذكرت أكثر من مقترح للتقارير ممكن تتناولوها، ممكن أنتوا تجباكم مقترح آخر تتناولوه. ونتمنى تقديم هذا التقرير خلال موعد لا يتجاوز 10 أيام لحتى نقدر نحضر سعياتكم ونقدمها للقسم ضمن المواعيد المحددة. نتمنى لكم كل التوفيق والصحة والسلامة لكم ولأهليكم، وشكرا جزيلا.